أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا. واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن الخلق. حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبق. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maghfirah M. Hussein dari Y-Record. Jangan lupa dukung channel YouTube kami dengan cara subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.